صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. منكمل حلقتنا لليوم مع فقرة إيت سمارت، الفقرة الغذائية اليومية يلي منطلع فيها على كل المستجدات بعالم التغذية. واليوم معنا اختصاصية التغذية رندا فهد. صباح الخير. صباح النور لورا. اليوم رح نحكي عن موضوع البدانة عند الأطفال، موضوع منتطرق له كل فترة كرمال نرجع نوعي عليه على أسبابه وعلى النتائج يلي معقول يكون عم بخلفها بالمستقبل على الولد، وكيف ممكن نكون عم نتفاديه. وبالبدايه رح نبلش مع خبريه اليوم. على الاكيد رح اذكر المشاهدين دائما يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، بحطوا لايك بكونوا عم بتابعوني. دائما اسئلتكم عم بكون عم جاوب عليها دغري، وفي سؤال بجاوب عليه نهار الاثنين على التي في، ما تنسوا تسالوني الاسئله. اليوم هيك حبيت احكي على هول بعض المأكولات، وكل مره رح اخذ كذا اكله واحكي عن هول المأكولات اللي بنحط عليهم هاله غذائيه انه هن كثير صحيه، بدنا نشوف شوي قديش هن صحيه اما لا. اول بدي اختار ثلاثه اليوم. اول وحده اللي شغله اللي هي اسمها جرانولا. سو الجرانولا هي عباره عن حبوب الترويقه اللي بيبقى فيها حبوب الترويقه من الذره من القمح، بيبقى فيها شوفان عظيم، كمان فيها شويه مكسرات، ولكن خليط يعني. هي خليط، ولكن هالخليط معقول يحتوي كثير من الفواكه المجففه وكثير من السكر. وانتم وقتها تشوفوا هالخليط مجمد مع بعضه، فاذا هو محطوط له نوع من انواع السكر اللي هي مجمدته. فنحن بالاخر هون عم نتناول شيء بيحتوي على كثير سكر، ومش رح نقول انه انا فيي اكل كثير منه وهذا شيء كثير صحي، لانه هو عم يكون في ميل لميله السكر اكثر من الميله الصحيه. بس ما بنكون عم ناخذ الغذاء من هالعناصر اللي ذكرناها بالاول. مظبوط، بس نحن اذا كترنا منه عندك شغلتين، بتكوني عم تكتري سكر. فاذا انت عم تحطي بعقلك انه نحن عم ناكل اكل مغذي ولكن ما بدنا ناكل سكر، نحن عم ناكل كثير سكر. أوكي. اذا بدي اكل اكل معتدل الوحدات الحراريه بتكوني عم تاكلي كثير وحدات حراريه. وهون كمان عم تاكلي مأكولات كمان ما بتحتوي كميه كافيه من البروتين. فانتوا اذا بدكم تاكلوا الجرانولا منيح تكونوا عم تجيبوا اللبن اللي هو بلا سكر، اما الحليب ونحط مثلا اذا قلنا اللبن ملقتين جرانولا فوقهم وناكلهم كسناك، هيدي سناك بتكون بتشبع. بتكون وقعه ترويقه او سناك بعد الظهر بتكون سناك لذيذه. مظبوط. هلا رح احكي عن شغله ثانيه، نحن مكسرات، بعدنا عم نحكي عن المكسرات وقديش هي منيحه، لكن وقتا نشتري شيء اللي بنقول له تريل ميكس، مجموعه المكسرات اللي هي فيها فواكه مجففه، اوقات بنحط فيها نوع من البونبون، اوقات حتى تجذب، اوقات بنحط فيها انواع من الشوكولا، لكن بننتبه انه في كثير اوقات يا فيها كثير فواكه مجففه اكثر من المكسرات، يا بيكون حتى بنزيد لها نوع من الكراميل للمكسرات حتى تكون اطيب. فهون نحن اوقات بتنباع منا على الكراميل واللبن، اما السكر واللبن اللي هو ملتوت بقلبها. كمان بدي ارجع انبه انه هون بهيدا الموضوع كمان عم ناخذ شغلتين، سكر كثير وحدات حراريه كثيره، فننتبه لكميه هالاشياء اللي عم ناخذها وبدنا ناخذها، مش انه هي هي مصدر البروتين تبعولنا اما مصدر الغذاء، هي فينا ناخذها كسناك وبدنا ننتبه للكميه اللي عم ناخذها. ثالث شغله بدي احكي عنها هي البينات باتر. هلا البينات باتر اذا معموله اورجانيك، اذا معموله مش بطريقه طبيعيه، طبيعيه ومش منزاد لها ابدا زيوت، هي منيحه. كل ملعقتين بتحتوي 8 جرامات من البروتين، بس انتبهوا كمان فيها وحدات حراريه عاليه 200 كالوري بالملعقتين الكبار. ولكن هون اوقات في ناس بيقولوا انا بدي اخذها مخففه، يعني فيها اقل دهنيات. تذكروا هن وقت يشيلوا منها الدهنيات بدهم يطيبوها، فاذا رح ينزاد عليها السكر. هون كمان هالبينات بطر بتكون تحتوي على كثير سكر، فهون شفنا وين في سكر مخفي نحن ما معنا خبره، وحدات حراريه مخفي بدي تنتبهوا لها. خلينا نحكي عن بدانة الأطفال. أول شيء في كثير أسباب، منها الأسباب الوراثية كمان، واسباب كمان بترجع للعوايد الغذائيه بالبيت، واكيد حكينا عنهم كثير. نعم. تفضل. عم تقولي على الاسباب لورا، اكيد في كثير اسباب. اذا عم نحكي وبدي اول شيء اقول السبب الوراثي فاين، بس نحن كمان مثل ما قلنا انه في عندك العائله اللي هو الولد موجود فيها. فهون مش بس تكون وراثيه، بيكون كمان هي العائله اللي معوده انه هي تاكل بكميات أو كميات كتير كبيرة أو تلقمش كتير، أما هن معودين يكونوا عم يأكلوا المقالي بكترة، أما يكونوا معودين عم يأكلوا
العجين بكثرة، فإذا هي عادة هيدا البيت اللي هو بالأصل إذا قلنا وراثي، يعني في الأم عندها بنين أو البي عنده بنين أو الاثنين سوا، فهي مش بس بتجي بتأجت وراثي، إجت كمان شو عم يصير من العوايد. فهيدي شغلة كتير مهمة، لأنه أنا ما في أقول بس اللي عندنا الوراثي وقف هون، لأنه أكيد نحن فينا نعمل شيء تجاه هيدي الوراثي. نعم. هي واحد. رقم اثنين كمان من الاشياء اللي هي مسببات، هو اوقات الاهل، يعني رح ارجع على الاهل اللي هن اصلا ممتلئين وفي عندك بدانه، هن شغلتين ما بيعرفوها، ما بينتبهوا انه الولد هو عنده بدانه بهالمحل، لانه هن هالشيء شايفينه طبيعي. والولد اذا نحن عم نعمل ميجرمنتس وبين عنده البدانه، اوقات حتى فينا نشوفه منه ناصح، يعني ما عنده حتى كثير وزن زائد، وبيطلع هو مش بس عنده وزن زائد، عنده بدانه. طبعا عندك اولاد بيبقى عندهم وزن زائد، عند هن رياضيين، واولاد لا هن عندهم دهنيات. مشان هيك انا قصه البي ام اي اللي دائما بنحكي عنها زحوة ما بحبها ابدا، بدنا نعمل فحص على الماشين على المكنه اللي هي بدها تدلنا قديش عندنا دهنيات، وين مركز هالدهنيات عند الولد، وبعدين بنقرر اذا في بدانه. فاذا لازم يكون في توعية هون، توعية للأهل، الشغلة كتير مهمة. الأسباب الثانية أكيد قديش متوفر الأكل ونوعيته بالبيت. الأسباب اللي بعدها هي عندك أسباب اللي هي نفسية عند الأولاد، من وراء ستريس معين بيقدروا يكونوا عم يأكلوا بطريقة معينة. في عنا أدوية معينة، خصوصا أدوية اللي بتحتوي أو على الكورتيزون أو أدوية اللي هي ضد الاكتئاب، فيها تكون عم تزيد من الوزن، وفي عنا كمان مشاكل صحية. هلا هون أوكي كل الأسباب، عنا أسباب. طيب ليش نحن عم نحكي على البدانة عند الأولاد، وليش نحن لازم نكون عم نعالجها؟ لأنه هيدي فكرة اللي بعدهم الأهل بعقلهم، أنه بكرة بيطول بتطول بيرجع بيتحول الفات بالطول. هيدي فكرة ما رح تكون بالإجمال منا مزبوطة. فمشان هيك هون عم نلاحظ، ولورا انت قلتي بالمستقبل عم نلاحظ امراض عند الاولاد. بالحقيقه انا من وراء تجربتي بالعياده، حتى مش بس بالمستقبل، هلا عم نشوف امراض بالاولاد. فطبعا يجينا اشخاص اولاد عندهم كوليسترول عالي، عندنا اولاد بيجي عندهم الكبد كمان بيبقى في مشاكل بالكبد، وانزيمز انزيمات الكبد تبقى منا مضبوطه من وراء النصاحه او البدانه. عندنا مشاكل اللي هي بتجي بمقاومة الإنسولين، مشاكل السكر التايب 1، بيجي عندنا مشاكل عند البنوتات هن وعم يكبروا، كمان المبيض البي سي او اس. فإذا عندنا كثير كثير مشاكل بشوفها بالنفس. عندي كمان عند الأولاد بصير عندهم مشاكل قلة النوم والسليب أبنيا اللي بتصير بالليل، مشاكل اللي هي أكيد. مشاكل أكيد. بالظهر، أوجاع الظهر، وما تنسى المشاكل النفسية، لأنه هيدا الولد من وقت يكون في بدانة زيد وزنه بدانة ما رح يكون عم يقدر يحرك كثير، في كثير اكتيفيتيز ما رح يقدر يعملها، أو بالمدرسة أو بال ما بعرف رح أحكي على السكاوتس الكشاف أما شيء، رح يكون حتى بالاكتيفيتيز اللي بتنعمل على بالمدرسة رح ينحط شوي وبعده أكثر كمان للتنمر. هذا الموضوع على الأكيد للتنمر. بس هون نحن يعني كيف بدنا نقدر نفرق بين وزن زايد طبيعي وبدانة عند الأطفال، لأنه في فرق بيناتهم، وبأي بأي مرحلة بنكون وصلنا لمرحلة خطر؟ أوكي، فنحن لازم نتسمع أول شيء للطبيب، لأنه وقت يجي الطبيب وإلا للمدام أما للمسيو أنه في مشكل أنه ابنكم عنده وزن زايد أو عنده أكثر عم يتعرض للبدانة، في عندي أهل كتير بيزعلوا من الطبيب ويقولوا لا ما معه حق هون. أكيد هو معه حق، مثل ما رح نوثق فيه بكتير إشياء رح نوثق فيه بهيدا الموضوع. فإذا بدي أوثق للطبيب، ومن بعدها أكيد الطبيب رح يقول لكم بليز خلينا نعالجه بطريقة مزبوطة عند أخصائية التغذية. هون نحن بنعمل الفحوصات وبنفرج للأهل وللولد شو طلع عنا بنتيجة الفحوصات وأهمية إنه نحن نكون عم نقص وزن. هلا انتبهوا، عم بحكي كثير عن الاشخاص الاولاد اللي عندهم بدانه وعندهم بدانه مفرطه، بدي احط لورا بين هلالين، عندنا اولاد هن ضعاف وكثير ضعاف، والاهل بيصروا انه هن عندهم بدانه، فلا نحن بدنا نكون صارمين، بدنا انا كاخصائيه تغذيه بدي اكون صارمه اذا انا هالشخص هالولد لازم يكون عم ينقص بوزنه او ما لازم ابدا. نعم.
ولازم نكون عم نسمع اكيد وعم ناخذ بالنصيحه ونطبق. هلا الولد بحب يتعلم، سو اذا اجوا الاهل وضلوا يقولوا له هي صح، هي ما تاكلها، هي كلها، هيدا شيء منه مزبوط. الولد بده يتعلم، بده يعرف ليش. فنحن التركيز هون بدنا نركز على صحته مش على الوزن، بليز بليز على الصحه. يعني تعال نقعد انا وانت بدنا نشوف كيف بدنا ناكل بطريقه صحيه لإلك. انت ما رح تكون عم تجوع، بس انت بدك تنظم. النظام هو كثير كثير مهم، ومشان هيك هون النظام ونكون عم نوعي الولد، بده يكون الاهل دائما بنقولها، بده يكونوا مثال. كمان من وراء تجربتي لورا، كثير عندي اهل بيجوا بيقولوا لي مثلا ما تخليه يشرب صودا، انا بشرب كل يوم 3-4 قنينه، بس هو ما لازم يشرب، اما قولي له ما لازم يعمل هيك، بس انا رح اعملها، انا ماني قادر، بس هو رح يقدر. كيف رح يقدر هو اذا الاهل بينوا انه هن مش قادرين؟ فنحن بدنا نكون مثال لاولادنا، هيدي شغله. الشغله الثانيه، بما انه نحن مثال يعني عم ناكل نحن الصح، فاذا هن رح يتعلموا الصح، رح نوفر الاكل الصح بالبيت. فاذا منه سوبر ماركت فيه كل شيء البيت من جميعه، يعني الاشياء الصحيه والمش صحيه. مزبوط. وكمان بدنا نطبخ، ما فينا يعني، لانه هالايام كمان من المشاكل اللي بنلاقيها انه الامات عم يكونوا كثير عم يتعبوا بالشغل، وانا بفهم هالشيء، بس نحن اول شيء بالبدايه هو البيت والعائله والولاد. فاذا هون بدنا نكون عم نوفر الطبخ، حتى هو الولد عم يتعلم انه بدي اكل طبخ، مش دائما بدي اعتمد على الاشياء اللي هي برا اما الدليفري. فهي شغله. لكن نحن هون كنا مثال، كنا عم نطبخ، هيدا الطبخ متوفر، كنا ثابتين. يعني مش اليوم انا تعبان بقول له ايه روح كل اللي بدك مثلا، نهار تاني لا ممنوع. في ثبات، هو مش ممنوع، هو نحن حاكين امتى فينا نطلب، شو هو الاكل اللي بنطلبه، وشو هو الاكل الموجود بالبيت. فاذا يكون في ثبات، نظام وثبات، هيدي كثير مهمه. هلا ما بدي اقول شيء ممنوع اما مسموح، نحن ما قضيه ممنوعات هون، نحن عندنا نظام. بالنظام هيدا الشيء اللي هو بحبه الولد نتفق نحن وهو قد ايه بده ياكل منه وامتى، ونكون عم نوفر له اياه. شكرا كثير لك رندا فهد على كل هيدي النصائح. مشاهدينا رح ناخذ وقفه وبنرجع من بعدها.